متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، التي تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة من تواجد لأي سحب وغيوم هامة كما تلاحظون. ثم بعض السحب العالية في بعض المناطق، ويعني سحب غير ممطرة وغير مؤثرة، وتقريبا المملكة خالية من تواجد للسحب والغيوم. بالنسبة لخرائط توقعات الهطولات المطرية التي تشير إلى بدء تأثر المملكة بحالة مطرية جديدة ناتجة عن تقدم لمنخفض جوي في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هناك جبهة هوائية ما يعرف بجبهة هوائية باردة، يتوقع أن تعبر أجواء المملكة بدءا من الشمال ووصولا حتى المناطق الجنوبية. سنستعرض الآن التسلسل الزمني تأثيرات هذه الجبهة الهوائية الباردة. المتوقع أن تبدأ بالتأثير اعتبارا من ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء في أقصى شمال غرب المملكة، تتمثل ببدء هطول أمطار رعدية على سواحل تبوك المطلة على خليج العقبة، تشمل بذلك حقل وأيضا المرتفعات الجبلية في تبوك، وتكون هذه الأمطار غزيرة بما يكفي أحيانا لتشكل السيول المفاجئة في تلك المناطق مع ساعات تقريبا ليلة الاثنين على الثلاثاء، يعني مع دخولنا في هذه الساعات يتوقع أن تبدأ الفعالية الجوية في تلك المناطق. خلال ساعات نهار يوم الاثنين بشكل عام الأجواء مستقرة، لكن بعض التخريجات البحرية واردة بشكل محدود ومحلي على السواحل المطلة على البحر الأحمر، ربما تشمل بعض الأجزاء بشكل محلي ومؤقت لتلك المناطق. مع اقترابنا من ساعات منتصف الليل تبدأ هذه الجبهة الهوائية الباردة بالعبور التدريجي نحو الجنوب. هذا الأمر يعني أمرين هامين. الأمر الأول هو اشتداد الأمطار على السواحل وامتدادها لسواحل تبوك المطلة على البحر الأحمر من خليج العقبة باتجاه البحر الأحمر ووصول اقترابها من مدينة تبوك بحد ذاتها. الأمر الآخر هو اتضاح أكثر لتخريجات بحرية على بعض السواحل الغربية المطلة على البحر الأحمر بما في ذلك سواحل المدينة المنورة أو حتى سواحل جدة، لكن تبقى ضمن الإطار المحلي المحدود والمؤقت بمشيئة الله تعالى. ومع دخولنا في ساعات فجر يوم الثلاثاء تبدأ هذه الجبهة بالعبور أكثر جنوبا بحيث تشمل الأمطار مدينة تبوك، أيضا أجزاء واسعة من الجوف باتجاه الحدود الأردنية القريات والطريف، بالإضافة إلى استمرار هطولها على السواحل المطلة على البحر الأحمر من تبوك وتشمل بذلك الوجه، وأيضا بدء هطول وتخرجات بحرية تصبح أكثر قوة في بالقرب من ينبع وسواحل المدينة المنورة المطلة على البحر الأحمر بمشيئة الله تعالى. مع ساعات صباح يوم الثلاثاء كما تلاحظون يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشمل الأمطار شمالا مناطق الطريف سكاكا والجوف وصولا تبوك، إضافة إلى سواحل تبوك المطلة على البحر الأحمر وسواحل المدينة المنورة تمتد لها الأمطار تشمل ينبع. طبعا هذا الحزام المطري يعني هناك زخات رعدية من الأمطار تسبق بنشاط بسرعة الرياح، بعض من هذه الزخات تكون غزيرة بما يكفي لتشكل السيول وجريان الأودية والشعاب، وبعض من هذه الزخات أيضا تكون مرفقة بتساقط لزخات البرد في هذه المناطق بمشيئة الله. إذن هذا هو التسلسل الزمني حتى ساعات صباح يوم الثلاثاء، وهذا هو تقريبا مسار الجبهة الهوائية الباردة بمشيئة الله تعالى. ظهر يوم الثلاثاء كما تلاحظون يتوقع أن يستمر زحف هذه الجبهة الهوائية للجنوب تدريجيا. إذن لو راجعنا هذه منتصف ليلة الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، صباح يوم الثلاثاء وظهر يوم الثلاثاء عبور تدريجي لهذه الجبهة بالاتجاه الجنوبي، بحيث أن مع ساعات ظهر يوم الثلاثاء تشمل الأمطار المدينة المنورة بكافة ومعظم مناطقها بما فيها مناطق السواحل، تخريجات بحرية محلية تصبح أكثر جنوبا بحيث ربما تشمل جدة وأيضا بعض المناطق المطلة على البحر الأحمر، تمتد هذه الأمطار تشمل المناطق الحدود الشمالية عرعر وربما رفحاء لاحقا، وتقترب من حائل مع ساعات نهار يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. مع ساعات مساء يوم الثلاثاء كما تلاحظون هذه الأمطار تمتد تشمل حائل أيضا أجزاء من المدينة المنورة، تمتد جنوبا كما تلاحظون بدأت تقترب من مدينة جدة وأيضا تكون في الحدود الشمالية، وذات يعني الصفات لهذه هذا الحزام الممطر موجودة، زخات غزيرة أحيانا تسبق بنشاط بسرعة الرياح، بعض من هذه الزخات تكون رعدية وبردية، وذلك يؤدي إلى تشكل السيول المفاجئة أو جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق بشكل محلي. مع دخولنا في ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تقترب الأمطار أكثر فأكثر باتجاه
مدينة جدة، وبالتالي موعد وصول الأمطار إلى مدينة جدة تقريبا هو مع ساعات صباح يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، تتمثل بهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في المدينة وبعض الضواحي والأحياء التي قد تكون غزيرة أحيانا، وسنتابع معكم أولا بأول هذه التوقعات. كما تمتد الأمطار أيضا يوم الأربعاء تشمل أيضا القصيم وأجزاء من حفر الباطن بمشيئة الله تعالى. هذه توقعات الرياح وسرعات الرياح، هذه توقعات لصباح يوم الاثنين، كما تلاحظون نشاط واضح للرياح متوقع في المناطق تقريبا الشمالية الغربية في مقدمة عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة، هذه رياح يتوقع تكون نشطة. إجمالا هناك رياح جنوبية بشكل عام في مقدمة تأثير هذه الجبهة الهوائية تعمل على إثارة موجات غبارية في هذه المناطق وتكون مؤقتة بشكل عام بالرغم من نشاط الرياح الكبير في المناطق الشمالية الغربية، ولكن بسبب الحالة المطرية السقيا التي تأثرت بحمد الله بها المملكة تخف حدة الموجات الغبارية إجمالا بالرغم من نشاط سرعة الرياح. هذه مع ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء كما تلاحظون استمرار الرياح النشطة في عموم المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة وبعض الأجزاء الوسطى على شكل يعني رياح تسبب موجات غبارية، ويوم الثلاثاء صباحا نشاط كبير للرياح متوقع على هذه الأنحاء مسببا موجات غبارية بين الحين والآخر، وعودة لنشاط الرياح القوية جدا على القطاع الشمالي الغربي من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة الحديث عن أحوال الطقس، هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء باردة، درجة حرارة فقط 10 درجات مئوية لكنها مستقرة وصافية بوجه عام. دعونا نتعرف على أحوال الطقس متوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة التي تتمتع غدا بأجواء مستقرة كما ذكرنا مع نشاط في الرياح في بعض المناطق التي تكون مثيرة للغبار وبدء الحالة المطرية في ساعات الليل. نبدأها شمالا من سكاكن 27 إلى 14 في عرار من 23 إلى 13 درجة مئوية، في تبوك من 27 درجة مئوية في ساعات النهار 11 درجة مئوية في ساعات الليل. لاحظوا الفرق في درجات الحرارة ما بين النهار والليل، وذلك بسبب عبور الجبهة الهوائية الباردة في ساعات ما بعد منتصف الليل، وأجواء مثيرة للأتربة والرمال غدا بسبب نشاط سرعة الرياح. المناطق الغربية من المملكة، في المدينة المنورة أجواء غدا ما بين 30 إلى 17 درجة مئوية، في جدة من 36 درجة مئوية والأجواء حارة نسبيا 22 درجة مئوية في ساعة النهار. الانتباه ربما من بعض التخريجات البحرية المحلية غدا التي قد تؤثر على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر في ساعات الليل والنهار. في مكة المكرمة غدا 33 درجة مئوية في ساعة النهار و20 درجة مئوية في ساعات الليل، وفي الطائف من 25 درجة مئوية في ساعات النهار والصورة 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة تكون في أبها من 21 إلى 8 درجات مئوية، في الباحة من 19 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 12 درجة مئوية، وفي جازان من 31 درجة مئوية في ساعة النهار في حين تهبط الصغرى إلى 26 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء من 22 إلى 10 مع أجواء مستقرة، الدمام من 23 درجة مئوية في ساعة النهار و14 درجة مئوية في ساعات الليل، وتكون في حفر الباطن من 21 درجة مئوية في ساعة النهار و11 درجة مئوية في ساعات الليل. المناطق الوسطى من المملكة في الرياض من 23 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 11 درجة مئوية، في القصيم من 23 إلى 12 في بريدة تحديدا، وتكون في حائل من 23 إلى 13 درجة مئوية وأجواء مستقرة عموما. الأحوال الجوية متوقعة خلال ثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض مستقرة، لا تغييرات هامة وجوهرية على الأجواء، تقريبا في ساعات النهار 23 درجة مئوية سواء الأيام الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، وفي ساعات الليل تقريبا 11 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة ومتابعة الحالة الجوية ميدانيا غدا، كما يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى زيارة موقعنا arabiaweather.com موقع طقس العرب. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.